يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم. صباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح مي. حلقة النهاردة حلقة آخر الأسبوع، حلقة يوم الخميس بتاريخ 7/7/2022. يا رب النهاردة يكون يوم جميل على حضراتكم، يوم مميز، يوم مليان بطاقة إيجابية وتفاؤل. خلينا في البداية نهني كل إخواتنا المسلمين بعيد الأضحى المبارك، وطبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك. كل سنة وفخامتك بخير وبسلام، كل سنة ومصر بمسلميها ومسيحييها بخير وبسلام وأمان دايما تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. خليني أذكر حضراتكم بفقراتنا زي ما احنا متعودين، بنبدأ دايما بفقرتنا الإخبارية. هنتابع فيها النهاردة نشاط وزارة الداخلية إلى جانب العديد من الأخبار اللي بيكون معانا فيها مداخلات هاتفية عشان نعرف مزيد من التفاصيل. فقرتنا الثانية فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المانشيتات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية، وده يكون من خلال ضيفنا النهاردة أستاذ إبراهيم طه. هنحلل معاه أغلب المانشيتات اللي بتعتلي الصحف المصرية داخليا وأيضا خارجيا. فقرتنا الثالثة والأخيرة طبعا هنروح للخبر اللي انتشر في أرجاء الجمهورية طبعا، وكل الناس بتتكلم عن فئة العشرة جنيه البلاستيكية. طبعا مع قرار البنك المركزي بطرح فئة العشرة جنيه البلاستيكية، كل الناس بتتكلم إيه الهدف، إيه الفايدة، مصير العملة القديمة الورقية القديمة، هل إحنا تأخرنا في الخطوة دي؟ كل دي تساؤلات محتاجين نجاوب عليها النهاردة، هنعرف كل الإجابات دي من خلال ضيفنا اللي هيكون معانا عن طريق ماسنجر دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. خلينا في البداية نخرج مشاهدينا الفاصل ونرجع نبدأ أول فقراتنا، فقرتنا الإخبارية. خليكم معانا.